طيب حضرتك نفهم بقى منك اكتر قصة ان انت بترسم على الجدران او على البيوت، ايه المناطق اللي بتعمل فيها ده وازاي بتختار الشكل عامة او البيت عامة او المنطقة دي بالذات؟ هو الاختيار دايما انا شخصيا بحب الاماكن البعيدة شوية عن التنمية او عن يعني مش ظاهر قوي. أوكي. يعني في اسكندريه مش هروح على البحر، مش على الكورنيش بالظبط، لا هدخل جوه شويه. دخلنا مره في منطقه اسمها ابو سليمان، عملنا مبادره اسمها ارسم شارعك. ارسم شارعك دي كانت مبادره، هي دي على فكره دي الصوره اللي دي في اسكندريه. دي في اسكندريه في مكان اسمه ابو سليمان، ده شارع محمد صلاح. فاستفدنا بالحوائط المقشره والمكسره، فابتدينا نلونها، والناس نفسهم ابتدوا يرسموا معانا، والاطفال يتفرجوا علينا. دايما مهتم بموضوع الاطفال ده. ده كان في البرولوس اسمه حارة الورد. حارة الورد ده شارع كامل عملنا فيه خلينا الشارع كله ورد في ورد. طبعا دي فنانة أجنبية كانت معانا في الملتقى ده. فأنا دايما بفضل ان احنا نروح للأماكن اللي هي البعيدة شوية عن التنمية او بعيدة شوية عن يعني نقدر نقول الايه الاهتمام يعني. فاحنا بنحاول لوحة كبيرة قدامي. فكرتني ببيوت النوبة، دايما الناس بتحب النوبة وأسوان عشان البيوت الملونة. بالظبط، هي الفكرة هنا كمان المفروض ما يصحش الموضوع يبقى عشوائي، الموضوع المفروض يبقى منظم شوية. عشان كده احنا ناس متخصصين كلنا تقريبا فنانين تشكيليين او مدرسين في كليات الفنون الجميلة. عشان الموضوع يبقى ما يبقاش عشوائي، يعني برضو ما يبقاش فيه نوع من يبقى منظم العشوائي، يكون شكله حلو ومنظم. بالظبط كده، وفي المناطق اللي هي عايزة الشكل ده. بالظبط كده، في بعض الأماكن ملهاش طابع. يعني فيها سمة عشوائية شوية، فالأماكن دي بتبقى مستهدفة لنا أكتر، إن احنا نعمل فيها الحاجات دي. بنأثر على الأولاد الصغيرين عشان مستقبلنا، كل كلامنا على الأطفال والناس الستات الكبار والناس الكبار اللي هم بيشتغلوا. لأن الرسم طبعا زي ما حضرتك تعرفوا إن هو بيدي نوع من الريلاكسيشن، أو يعني بعد ضغوط يومك اليومية، ضغوط الحياة، لو انت شفت لون جميل او انت لو شفت رسمه جميله بتهدى، سمعت موسيقى جميله ومرتاحه بالظبط. يعني انا وانا جاي النهارده من اسكندريه كنت بسمع ام كلثوم، بقول ازاي الناس دي قد ايه كانوا بياخدوا حسنات، لان الناس دي لحد دلوقتي اللي صنعوا الاغاني الجديده دي واللي صنعوا الموسيقى الجميله دي، قد ايه ربنا يعني اكيد هياخدوا. ده شكل البيت قبل وبعد. بالظبط، ده شكل البيت قبل وبعد، ده في البرولوس اخر دوره. يا جماله، ده سميناه بيت البحر يا جماله. الله يخليك. والله انا وفنان صربي اسمه ميلان بانتليتش. ودي اول دوره ان انا اعمل شراكه بيني وبين فنان اجنبي، ان احنا نعمل عمل واحد في البرولوس. اخترنا البيت ده، والبيت ده عملناه سميناه بيت البحر. ما مكتوب طبعا وقع الاسم جميل على السكان، لان بالنسبه لقريه البرولوس البحر يعني الرزق ويعني الخير. فلما هم يعيشوا في بيت اسمه بيت البحر طبعا تديهم حب وانتماء للمكان ده. خدت وقت قد ايه دي عشان تتنفذ وتخلص؟ بيت البحر تلات ادوار اتعمل في يومين بالظبط. يومين؟ مع ان الملتقى اسبوعين، بس احنا عملنا بيت البحر في يومين. ليه؟ لان احنا كان عندنا شغف غير عادي انا وميلان والسقالات. ده في معدات وفي رجاله طبعا، ده في شباب بيشتغلوا معانا كمان، في مساعدين.